شوف حتى بستحي يعني من الناس. شوف الجزمة اللي بلبسها أنا، شوف سبحان الله، ما عندي حتى الجزمة والله ما عندي. هذه حتى لما تمشي بحتى ممكن أشوفها؟ والله تأثر علي. ما تضع ما عندي حتى. أنا ما عندي جزمة حتى. سامحني. العفو منك. يعني بس يعني. ما استحي. كيف تدوسين فيها هذه؟ والله لما بروح بالليل بقعد أقولي ما أقدر أشتري أصلاً الصدق. مش بكذب. والله ما أقدر أشتري. يلا وفر حليب، ما عندي طفلة لو ما عندي حليب بموت، بتميتني بكثير، لازم اشتري الحليب. الله يعينك. الحليب $5.50 تمام. سبحان الله انا مريت وزين اني سولفت معك، انا كنت محتاج بعد اني اسولف مع احد. الله يستر عليك يا اخي. ونروح نكمل طريقنا، يعني انا من الصبح قاعدين نجمع ما لقينا، يعني والحياه ماشيه. انا ما راح اقول لك ساعدينا لان انت ظروفك اصعب. الله يستر عليك. فالحمد لله كله خير. شوف اللي بيعطي حتى ممكن يعطي الألف ميزان، يعني إنسان لو يعني حسنة عند الله سبحانه وتعالى ربي يبارك لك ويسقي. أنا بساعد عادي والله العظيم، بدفع قسما بالله. تساعدي بشو؟ أنت اللي محتاجة تساعدي بشو؟ عادي ربي بيرزق، ما تدري إيش مغص مخبي الإنسان، بس على قدي لك يا وحدي. ها؟ بعط سبعة؟ لا بعطيك 10,000 والباقي لي. ما رأيي؟ هذا اللي عندي إن شاء الله، يمكن في إنسان محتاج لأحسن مني والله العظيم، أنا ما عندي على قد حالي قسم بالله. بس أنا ما جاي أطلب. ها؟ يعني أنا ما أمد إيدي، هو لعمل خير. أيه؟ وأنا ما يعني صعب إني أخذ منك وأنت محتاجة. عادي يمكن الشخص ده يكون أحسن مني، ما يعني أكثر مني محتاج سبحان الله، ما تدري إيش. متأكدة أنت؟ متأكدة؟ أيوة والله العظيم يمكن يكون محتاج أحسن من قلبك يعني أنت قاعدة. أيوة والله العظيم بسم الله بالله، وإذا خلقنا معنا مع بعض ربي بيرزقني إن شاء الله، بيرزقني الله، بنزل العصر الصبح أشتغل وإن شاء الله واللي بعده. طيب أشوفهم؟ أشوفك. هي 10,000. أنت كم طلعت اليوم عشان تعطيني 10,000؟ يعني طلعت حوالي $3. هذه كم؟ هذا 10,000. كم بالدولار؟ يعني دولار وشوية كده. يعني تقريبا معطيتني نص اللي اشتغلتي. عادي بيرزقني الله إن شاء الله بيفتح الله علينا. طيب عليك. أنا خليني أقول لك على شيء. في مرة واحد قال لي واحد من اللي أحبهم يعني من الشباب، قال لي الباحث عن العطاء نفس اللي باحث عن السعادة. صح. يعني اللي يعطي هو في نفس الوقت سعيد. صح. انا كنت اشوفك تعدينهم. ما ادري هل متردده ولا انت سعيده، لكن انا احس انها سعاده. وين شفتني اعدهم الحين تعدينهم؟ ها الان. طيب فصدق يعني لما قال لي ان الباحث عن السعاده او الباحث عن العطاء هو نفس الباحث عن السعاده، انا شفتها فيكي والله. الله يسعدك ان شاء الله. ان شاء الله امين. وياك والله يفتح لك. ان شاء الله وياك والله يفتح لك الخير. محمدك معي. انت شو حلمك؟ حلم انني اربي عيالي، يعني اشتغل اربي عيالي واكفي نفسي عن الحرام. حلو. تمام. ويغنيني ربي بالحلال ان شاء الله. اللهم امين. ويغنيني عن الشوارع دي، حلم اجيبي بها ان شاء الله يا رب. من اليمن. وانا يعني عايش سعيده كذا، ويعوضني ربي من سخط الله العظيم 5 سنوات، يعني تعب مشقه وكل اللي كان معي والله العظيم انه راح، الحمد لله اني بقت روحي، اني ما قلت لي حاله نفسيه. احمد الله واشكر الله العظيم، كل يوم بدعي الله، انا ادعي الله اقول يعني ادعي الله يا مغيث يا مغيث فعلاً لما تريد. يمكن رب العالمين هو بعثنا لك، ما تعرفين سبحان الله، وربي مغيث. الله والله ليل ونهار، مني ما دخلت البلد دي وانا بقول يا مغيث. طيب انت نسيتي حلم ثاني. نتعالجي امك. ها؟ نتعالجي امك. امي. صح؟ حلم اتمنى بس حلمي صعيب. تقدرين تعالجين امك الحين. ايش هذا؟ تفضل. ايش هذا؟ لا هذه فلوس. سلك لله. هذه لك ان شاء الله، لا تطلعينها خليها. ان شاء الله. بس انا ما استاهله، يمكن في احسن مني. لا لا صدقيني. والله العظيم يمكن في احسن. صدقيني على اللي قلتي ما اعتقد في احسن منك. بس انا ما استاهل والله العظيم.
هذه ما فيها كورونا ان شاء الله. ما فيها كورونا. الله يحفظك. حبستنا عليك. علينا وعليك ان شاء الله. يا امي انتصار محمد سعيد صحيح؟ انا والشيء انا مش محتاج، بس هذا سبحان الله يعني انا مبدأ خذيته على نفسي ان انا احاول يعني اشوف طيبة الناس واشوف اصلهم لا اكثر ولا اقل. ممكن في ناس احسن محتاجين. صحيح في ناس، بس انا اللي قلتي صدقيني من اللي انا شفته اقول لك والله انت تستاهلين ونص. انا اخذت منها 1000 هذه ذكرى وهذه 9000 ترجع لك. تفضلي. سلمني الله يحفظك. طيب يا امي. يعني ايش يقول لسان عاجزة. لكن يعني اقول الله يفرج همك وهم كل اماراتي وهم كل مسلم في الارض يقع على الارض هذه من المؤمنين. اللهم يفرج همكم ان شاء الله. ان شاء الله.